المستوى دي اهم حاجه. بالظبط، يعني هو ده اللي بيميزنا او يعني بنختص فيه اكتر، اللي هو التوعيه. انت ازاي تعود الطفل من وهو صغير ان هو يتقبل ويحترم الاخرين. وطبعا في جانب اخر من التوعيه ضد العنف، ضد المراه والختان وجواز القاصرات، فده احنا بنهتم بيه اكتر يعني. فيما عدا ذلك طبعا الجوانب الاخرى من اللي بتمارسها اي مؤسسه خيريه موجوده، وفي طبعا جانب ثقافي مهم جدا في المؤسسه. طيب الجروب ابتدى بكام ووصل لكام؟ هو ابتدى ب 80 فرد، ودول كانوا الاصدقاء الشخصيين ليا على صفحتي. وفي خلال 24 ساعة وصل 6000 7000، والعدد كان بيتزايد بشكل كبير جدا. هو دلوقتي 28000، وإحنا محددين قوي القبول، يعني بنشدد قوي في القبول. هو الجروب المغلق ده اللي هو عليه 28000، ولازم كلهم يكونوا من خريجين المدارس دي، أو يعني يكونوا في ثانوي، مرحلة ثانوي. ده الجروب المغلق، ده الجروب المغلق اللي هو تأسس في 29 نوفمبر 2017. وطبعا في الراهبات اللي درسونا واللي علمونا وكذا، لكن الصفحة المفتوحة دي احنا عملناها بعد كده علشان لما بقت مؤسسة طبعا، علشان الناس تبتدي تشوف الشغل بتاعنا واللي احنا عملناه، كل العالم بقى، واللي عايز بقى ان هو يساهم في الأعمال الخيرية، اللي عاوز ينضم للأعمال الثقافية كده. يعني انتم معاكم ناس من بلاد مختلفة؟ في ده في الجروب المفتوح ولا كمان المغلق؟ المغلق، المهم ان هو يكون خريج راهبات. أوكي. عندنا من لبنان، وعندنا من كندا، ومن فرنسا، وطبعا من الدول العربية، فيه اللي هم اتخرجوا برضو من مدارس راهبات.